رئيس الجمهورية الآن، رئيس الجمهورية السابق، المجنون بالسلطة، المجنون بالكرسي، هذا الرجل الملاوع الكذاب الخادع، وتلك الجماعة التي لا تعرف دين، تلك الجماعة. طب خلاص، اشرب مية. اهدى يا استاذ ايهاب، اهدى يا استاذ ايهاب، مش كويس كده، اهدى. معلش. طب اهدى. هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا قايرك الشاطر، هيتدفن في متر في متر، نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش امي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسبب امي. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل، هو اللي بعت لي بريد وبعت لاوباما ويحتمي بامريكان. هذا الرجل، ما فيش رجل عاد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع زعمه يحس انصاره عليه الان، هو عاوز يقتتل صباحا، كل دم حرام، كل دم في اصل حصل حرام. وصعب على محمد مرسي عيط طلب العزاماتي غير ما يمشي محمد مرسي، ما فيش وطن شريف غير ما يخرج في المهدين. احنا لو اردت نخرج الناس للمهدي ما كناش هنعرف نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنرال ده؟ دي مؤسسة صاحبت 7000 طن الحضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين، لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي.